ستنطلق الآهات والأفراح. هذا هو النصر على سطح الكرة العربية لأول مرة في تاريخه. نادي النصر في استعراض خيالي للتتويج. النصراويون هم الأولون. تعيشها مدينة الطائف. هائم حداد على الجهة اليسرى عرضية يتقدم لها ليتقدم للعالم. سلام. يا سلام يا تاليسكو. الله قدم على مر الأزمان. الشخصية الأكثر تأثيرا رونالدو. فرصة في المشاركة في 25 دقيقة المتبقية. الآن الكرة للشباب خطيرة داخل منطقة الجزاء. من ستشرق الأنوار؟ رونالدو. رونالدو لم نكن نتوقع أن نصل إلى هذه الدقيقة. رونالدو. رونالدو قد تكون عمّا. ثم بعد ذلك ينظرون إلى التسجيل. انطلق فواز الصقور عرضية. يلعب الكرة وصلت إلى كريستيانو. كريستيانو يتقدم تسديدة. بروزو طويل الكرة خلف المدافعين رائعة باتجاه غريب داخل منطقة. يحاول غريب بلمسة لتاليسكا. الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد. مرمى كبير يا نصر. العالم يصل إلى الشباك أخيرا. أولى مباريات الدوري. الأمر المهم جدا تجانس الكبير لعناصره. العليوي مرة أخرى بكرة على جهة اليمين. الكرة لسلطان الغنام عرضية. رونالدو بالرأس. يا ولد يا كريستيانو. رونالدو يدرك الهدف الثاني في ليلة. الفرصة لمصعة بروزوفيتش عرضية بالرأس. رونالدو طريق العبري برواك يا من حارس المرمى. تاليسكا يحاول يلعبها على اليمين. الرابع الرابع يا نصر. الرابع الرابع يا عالمي. هدف رابع جميل جميل يا نصر. يا نصر جميل. زيزو يحاول سريعة في شوط الثاني. راحت لفتوح. العرضية منتظرة والكرة خطيرة. هنا في اللقطة ملامسة بنفسه يقدرها بنفسه. هل وضع اليد طبيعي؟ يقدر قراره المغربي. زيزو يتقدم. زيزو الكثير من الوقت الآن. كونان يتقدم في كرة إلى العمود. الله مستوى الخط الهجومي للنصر. كرة باتجاه تاليسكا. مر تاليسكا. مر تاليسكا. مر تاليسكا. تمويه تاليسكا. تحضير لرونالدو. كرة يا إلهي. روعة 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 يا كريستيانو. الله الله. يا سلام على لقطة على مهارة على فن على متعة على كرة. في تحرك جانب سلطان الغنام في مكان خطير عند المساحة. مر الغنام بتسديد كرة. يا ولد يا ولد يا غنام. الثاني للنصر بروعة كبيرة. هدف جميل جدا يا نصر. يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل منطقة بالرأس. بروعة كبيرة يا ولد. فوفانا. والثالث يا نصر. الله الله الله. أي متعة. أي نجاح. حلوة 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 على جهة اليمين باتجاه زريدة. محاولة رجائية خطيرة. هدف الرجاء. بروعة كبيرة كان العمل الفني ولكن النهاية كانت موسفة للنصراوية من مادو. ماني مرة أخرى والدخول في منطقة الجزاء. الحكم يدرب اللعب. عمار الجنوبي والحكم طلعنا بمنازل.
أسطورة حية في الملاعب العالمية، نجم الكرة البرتغالية يتقدم. رونالدو، جول 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 جول، كريستيانو رونالدو إمبراطور الكرة، هو رونالدو الأسطورة. جيسوس للهلال، الترميات البيضاوية ومباريات الأدوار النهائية، ما يعديش تصوير غدارة، كرة الزال الدوسري، كرة الجول، ونواف، نواف العملاق، نواف من مازال تيس رائعة منه، ويضيع توازنه، وإصابة البرازيلي أليكسيس ورونالدو، كرة بالراس، نواس التسويق لبن نيفيس، نيواسا يلعب مع السنغالي، نيواسا رائعة، ياواس يا محمد ياواس، مانويل رونالدو، رونالدو برازوفيتش، كرة اختيرة رونالدو بالراس، يراوغ كرة خيبر التسويق السنغالي، ماني يوزع رونالدو، كريستيانو التسويق بالطريق، رونالدو يعدي والمقابل ثاني دو كوريبالي بالورقة، خيبري سيكو فوفانا، غريبة رونالدو وحده كان في الخيم الثاني، والعويصة للخلف، كرة من ميشيل مرتدة، رائعة الكرة، مالكوم يوزع كرة جول، كرة جول، أو أليكس تيس على جول، العويص حارس الأمان رائع في الميدان، تاريسكا أو رونالدو قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى، قتال تاليسكا، أندرسون تاليسكا، لاويس بطل، مالكوم مالكوم ويدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء، فريق النصر وصابيتش والكرة معك في انتظار لحظات أفضل لفريق النصر، مخالفة رونالدو، كرة النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكورة، هو ضربة جزاء، ضربة جزاء، ماذا يحدث في الميدان؟ ماذا الجنون؟ ضربة جزاء أم لا؟ كل اللاعبين في الانتظار، ماذا ما يصير بالجزاء؟ ليس هنالك ضربة جزاء، إعادة إفادة معنويا الآن، رونالدو هنالك رأي، هنالك رأي، أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية، رونالدو لا يهدأ له فرقة، رونالدو بروزوفيتش، بروزوفيتش بيت الدفاعية على الكرة، مالكوم مالكوم مالكوم، 10 لاعبين هذا رونالدو
يرجع للبريك، البريك يوزع والتسويق يوزع، كرة اختراع أول موسم بلقى تصوير والراية على علي البنيه، راية على قلب الدفاع، ترجع كولا للنصر كمان كول غريبة، كولا يضيع سيكو البطولة العربية. لا أمني وشوفوا عاكس عبد الرحمن غريب التسويق استباتة انتباهية نصراوية والمخالفة ضد رونالدو العودة أجمل ما يكون، كرة في القائم الثاني للحمدان، كاريو كاريو يوزع بعده إمكانية الثالث لكن الزيح صافرة المغربي رضوان شاهد، مليون مبروك لعشاق العالمي وحظ الفرد لجمهور الهلال. وطبعا كريستيانو رونالدو هذا والأفراح، هذا هو النصر على سطح الكرة العربية لأول مرة في تاريخه، نادي النصر في استعراض خيالي بالتتويج، النصراويون هم الأولون. صور جميلة معبرة